بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم التاريخ 28/6/2021 بعز الصيف في جبل فوق صفراء المستوي. هذا المقلع، مقلع الصخور. انظروا إلى هذا المدفن الدائري الضخم الذي أرى أنه يعود لعصر الهيوليسين، يعني قبل 7000 إلى 8000 عام للوقت الحاضر. هذه الدرجة الأولى، هذه الدائرة الأولى، ثم الدائرة الثانية، ثم المدفن المنبوش قديما وفيه نبش حديث. انظروا إلى الصخور اللي دايم أراها عليها أثار الحرق، وقلنا أن أثار الحرق الطقوس يعملونها للميت في ذلك الفترة. طبعا ما أطول عليكم، هذا مهم جدا الاكتشاف، لأنه جاي شخص من الأشقية ونابش منطقة، هنا المنطقة دي نابش الصخور، وانظروا ماذا خرج. انظروا، شوفوا، شفتوا شلون هذا طرف الجمجمة؟ طبعا في بقايا الجمجمة، عشان ما ألمسها، في بقايا للجمجمة الخلفية، لكن انظروا إلى شكل الجمجمة، جمجمة إنسان بدون جبهة. أي ما هذا يعني الشكل؟ طبعا هي بشرية، واضح نرى الجفون بارزة كما نرى هنا، الجفن هذا بارز وبدون جبهة. طبعا يبدو أنه الشخص صغير بالسن، لكن ليس يعني طفلا صغيرا، وواضح طبعا هي لم تتحجر، يعني لم تتحول إلى حجر، لكن شوفوا أثار النبش ونبشها من المنطقة ذي. انظروا إلى أثار العظام جوا الطين، ربما أنها لم تتوفر لها عوامل التحجر الكامل. شوفوا محل الأسنان، هذا الآن نبي نبلغ عنه هيئة السياحة في القصيم، إن شاء الله يجون يأخذون العينة للفحص.